غودنavond باشكيكرز ويلكم باك لورنات السلام عليكم سيداتي وسادتي مرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الخاص الذي خصصناه لحدث خطير هذا الحدث هو كما سمعته كما ان كما سمعتوا كما شفتوا في التلفزيون ديال ان المجلس الاستشاري لبرامج التلفزيون بمدينه امستردام قرر باش كلورنات كيخصها ما تبقاش يعني هاد المحطه اللي كتشوفو منها هاد البرنامج كيخصها ما تبقاش ماشي غير انا اللي كندير هاد البرنامج هنا ماشي غير هاد البرنامج المغربي وانما جميع البرامج اللي كدوز هاد القناه يعني المحطه كلها بما فيها قرر المجلس الاستشاري باش كيخصها تحيد علاش السبب هي بعض اسباب التافهه اللي ما عنده حتى شي اللي ما عنده حتى شي ضل من الحقيقه آه المجلس الاستشاري لمدينه امستردام كيقول باللي ما كاينينش الاجانب متمثلين كثار في هذا التلفزيون في التلفزيون هذا آه ما كايناش التعدديه في البرامج ما كايناش البرامج متنوعه كثيره ما كايناش برامج الاجانب كثيره هذا هو المشكل اللي مطروح تقريبا انما آه المشكله اللي كاينه هي انه كاين في هذاك المجلس الاستشاري واحد مجموعه من الناس اللي كلهم تقريبا كيمثلوا احزاب آه آه سياسيه وللاسف او ماشي للاسف ان الرئيس ديال هذه المحطه هذه دائما عنده واحد النقد دائما حاد وحقيقي في حق آه في ماشي في حق انما تجاه السياسيين في هولندا والوضعية عامة في أمستردام خصوصا في أمستردام وعامة في مدينة في هولندا إذا فالمشكلة اللي كاينة وهي أنه علاش كيخص التلفزيون هذا يتحيد؟ واش حنا ما كنقدموش برامج في المستوى؟ كيمكن كاينين بعض الإخوان ما كيقدموش برامج في المستوى كيمكن كاينين بعض الإخوان اللي كيحاولوا كيمكن كاينين بعض الأشياء لأن حتى الفلوس حتى هما كيلعبوا دور والا بي اللي هو المجلس الاستشاري لبرامج التلفزيون بمدينه امستردام ما كيراعيش هذه المسائل هذه وكيقول بان التلفزيون هذه كيمولها واحد الشخص وحده وانه هو اللي كيسير كي كل ما فيها وانه كيصرف عليها من جيبه بدون مقابل حتى الضرائب كيخلصها هو الى اخره للدوله انما الا عندها معنى عداوه من السنوات من اللي, اللي بدات التلفزيون هذا لان كيقول لك مثلا كيخصك بغيتي تتكلم كيخصك تكون تابع لواحد حزب ولا واحد منظمه ولا واحد مؤسسه ولا ولوح... واحد ولكن الا كنتي حر بهذه الطريقه هذه وكتضرب يعني فين ما كيبان لك العيب فين ما كيبان لك العار فين ما كتبان لك الحاجه اللي ماشي معقوله كيقول لك هذا الشيء هذا ما مقبولش ولكن ما كيقولوش بالهضره كيقولوا تحت الطابله كيقولوه مع بعضياتهم يعني هذو الاحزاب السياسيه وكذلك الحكومه الهولنديه وكذلك منظمات كلها تبع الدوله وغيرها يعني كيلقاو باننا في التلفزيون هذا كنمثلوا ربما شيء خطير عليهم لان كل شيء كيتفضح ما عندنا حنا شي حاجه اللي كتبقى مرتبلة وكما لاحظتوا ان مثلا الى بغيت ناخذ مثال ناخذ البرنامج ديالي انا انه شنو كاين في هذا البرنامج هذا في هذا البرنامج هذا ما كنخلي حتى شي حاجه ما خليت كما لاحظتوا تقريبا هذه عام ونص وانا كنخدم هنايا ما خليت مشاكل الشباب ما خليت مشاكل الاجرام ما خليت مشاكل النساء ما خليت مشاكل الرجال ما خليت قضايا ديال المشاكل اللي كتخلقها الحكومه الهولنديه بلا ما تفهم مشاكل المغاربه ما خليت قضايا دينيه ما خليت يعني مواضيع كثيره وكثيره 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 وكثيرة تطرقت لها حتى من بعض الكتاب المغاربه مثلا جبتهم هنايا وناقشت معهم حتى من بعض الفنانين في الموسيقى وفي المسرح ناقشنا معهم حتى من مجموعات كثيره يعني حتى من المكتب مثلا ديال اللي مكلف آه بمحاربه العنصريه كذلك ناقشنا معهم كذلك فيما يهم الصحه شحال من مره قدمت قدمت اكثر من برنامج حول اعطاء معلومات للناس في الصحه كذلك بالنسبه للسفر كذلك بالنسبه للحياه كيفاش يمكن يعني كنحاول في البرامج ديالي انها كلها نحاول جميع المشاكل جميع القضايا جميع الاخبار حتى من فلسطين حتى يعني حتى من اشياء اللي بعيده حتى من العراق من بعد 10 سنوات الى اخره يعني كل هذه المسائل هذه ناقشناها، كناقشوا السياسه الامريكيه مثلا تجاه الشعوب اللي هي مضره واللي هي فقيره واللي هي في العالم كتسمى العالم الثالث. آه كذلك آه سياسه الغرب تجاه افريقيا وتجاه العالم. يعني ما كنخليو حتى شي حاجه ما كنناقشوها يعني كنناقشوا كنناقشوا كناقشوا وفي نفس الوقت كما كتلاحظوا كنحاولوا نقدموا شويه ديال الترفيه بعض من الموسيقى بعض من المسرح بعض الافلام الى اخره فشنو هو ناقص في هذا البرنامج هذا؟ شنو هو ناقص مثلا في برنامج بحال هذا البرنامج هذا؟ هذه وحده شنو هو ناقص في البرنامج ديال الزملاء ديالي الاخوان الاخرين اللي كيتضاربوا كي مثلا؟ يعني الا شفنا البرنامج ديال مثلا الاخوان السوريناميين رازو رازو كيقدم هو أمرو ديال 9 أغسطس وكيقدم برنامج هنا في كلورنات. يعني كيتطرق للقضايا السورينامية. الأنشطة ديال السوريناميين في أمستردام والنواحي ديالها كيحاول يصورها وكيحاول يوريها. كيدير استجوابات مع الناس، يعني كيتحركوا على قدر جهدهم حتى هما. كاين كذلك بما أن كتقول الأ بي آر إحنا ماشي مولتيكولتوريال. يعني إحنا ماشي متعددين الثقافات في هذه البرامج ديالنا. إذا إذا كان عندنا مثلاً ناخذ مثال اخر كاين عندنا مثال كذلك سورينامي اخر السيد لود فيخ فان مولير كيقدم اخبار عن مره في الاسبوع تقريبا عن سورينام يعني اخبار سياسيه واقتصاديه وثقافيه واجتماعيه اسبوعيا كيقرا الجرائد وكتجي اخبار وكيشوف تلفزيونات وكيحاول يجمع ديك الاخبار كلها باش يعطيها للاخوان ديال الناس يعيشون اللي عايشين هنايا في المدينه ديال امستردام وفي برميرانت وفي زاندام يعني فكذلك الى جينا نشوفوا من جانب اخر كاين برنامج اللي هو سميتو ازي ازي اسيا البعيده يعني كنشوفوا ان السيد آه اللي هو آه صاحب هذه المحطه هو بنفسه كيقدم برامج وهو لوكسالا كيقدم برامج على اسيا الهند احداث في مثلا في في في, في تيبت. احداث في نيبال الى اخره كذلك اش كياكلوا هذوك الناس شنو كيديروا كيفاش كيعيشوا ماسيهم ملي كتكون شي كارثه ولا شي حاجه طبيعيه مثلا بحال داكشي اللي وقع مؤخرا في الهند مشى تما وصور وجا الى اخره يعني وفي نفس الوقت كيقدم حتى برامج على معلوم على المعلوميات كمبيوتر لانه هو مهندس في الكمبيوتر الحاسوب أه يعني كيقدم يعني معلومات على هذا الشيء هذاك كله هو في نفس الوقت سياسي كما كيقولوا بالهولنديه او بال حتى بالفرنسيه بوليتيك اكتيفيست يعني كيحاول يحرك كيحاول يعطي معلومات ولكني بطريقه ما تابع حتى لشي حزب حتى البرنامج ديال شي حزب ولا حتى السياسات ديال شي حزب فكياخذوا عليه وكيقولوا بان هذا السيد هذا يعني يمكن نقولوا مثلا كما كيقولوا بالفرنسيه بوليتيك اجيتاتور ولا بوليتيك بروفوكاتور ولا يعني بحال هذا النوع هذا يعني يعني انسان يعني كيحاول كما يمكن نترجمه هذا بالعربيه يعني مثير الشغب يعني انسان كيحاول يخلق التلويض ويغوت ويصدع ويرون وهذه وهذه ولكن ماشي معقول لان تحاليل في اغلب الاحيان كتكون صحيحه انا شخصيا ماشي دائما ولا 100% متفق معاه انما كان وصل ديك 80% اننا متفقين كاينين الأخوان اخرين تما كيقدموا برامج كذلك كاين فيهم اللي متفق معاه في اشياء وكاين ما متفقش معاه في اشياء بالرغم من انه هو هو صاحب التلفزيون هو صاحب هو اللي كيقرر واش من البرامج اللي تدوز واش ما خصهاش تدوز رغم ذلك هذا يعني ان كان عندنا ديمقراطيه وسط التلفزيون هذا التلفزيون ديمقراطي ما كتحكمش فيه مجموعه كيف ما كانت بالرغم من ان كاين مجلس اداره وكاين غيرها مثلا الا جينا نشوفوا مثلا بالنسبه للبرامج على انهم كيقولوا برامج ماشي كافيه وماشي كذا وماشي كذا وماشي كذا كنشوفوا مثلا كاين الاخ فاروق ابراهيم اللي كيقدم برنامج مصري الاخ فاروق ابراهيم ما حدش البرنامج ديالو مع المصريين فقط او حول القضايا ديال الجاليه المصريه هنا انما كيتكلم على قضايا جميع المسلمين وجميع الاجانب اللي كاينين هنايا في هولندا فبرنامجو يعني عام وشامل ولكني للاسف الشديد انه انقطع واحد حوالي اربع شهور تقريبا او ثلاث شهور على ارسال البرنامج ديالو ولكني هو غادي يرجع ماشي يعني انه لانه, لأنه عنده شغل او لانه مريض ما غاديش يبقى يدير برامج ما خصوش ياخذوا هذيك كذريعه فهو غادي يرجع وغادي يقدم البرامج ديالو وغادي يستمر كذلك كاين ناس اخرين الى جينا نشوفوا بالنسبه للتعدديه بالنسبه تعدديه الثقافات كاينه سيده دانييلا ديل دانيلا دانييلا جايه من امريكا اللاتينيه جايه من الشيلي وكتقدم برنامج اسميتو لاتين لايف يعني كتعطي اخبار حول اش كيجرى في الشيلي وماشي غير في الشيلي فقط وانما كتكلم حتى على دول اخرى بحال البيرو البرازيل الى اخره المكسيك وهاد الدول ديال ديك القاره الدول ديال النصف ديال ديك القاره يعني كتقدم اخبار ما كتخلي ما كتجيب تكلمات على بينوشي ربما تبعتوا هذه المسائل هذه جابت صور مشات حتى للبرازيل مشات حتى آه عفوا <applause> عفوا سيداتي وسادتي يعني مشات حتى للشيلي وجابت صور على حياه بينوشي وعلى المج... الجرائم اللي اللي ارتكبها وهذا الشيء كاع كله داز وكاينه اشياء اللي ما كانتش كاع معروفه وكلها وضحتها يعني فشنو هو اللي ناقص اي ما هي التعدديه اللي ناقصه يعني شنو باغيين هاد الناس هذوك بالضبط باغيين يقضيو على هاد التلفزيون هذا يقضيو عليه بالحق ماشي بالباطل ماشي بالباطل لان كيفاش يمكن تجي وتظلمني مثلا تدخل لي لبيتي وتقول لي انا نسكن معك صحفي مثلا اي مثلا هذا ولا تجي وتقول لي مثلا انت ما كتخدمش مزيان وانا خدام يعني لمجرد لانك انت عندك الحق باش تحكم تحكم عليا بحال هكا غير لانك انت عندك الحق باش تحكم عليها تحكم عليا بحال تحكم عليا انا بالاعدام لا حنا ما كنقبلوش هذا القرار سيداتي وسادتي ما كنقبلوش هذا القرار وكنطلبوا منكم انتم ما كتعرفوا شكون اللي كيقدم برامج وشكون اللي ما كيقدمش حنا كنحترموا جميع الاخوان المغاربه ولا غيرهم اللي كيقدموا برامج في السالطو او في محطات اخرى كيف ما كان النوع ديالهم لان من سماتنا الاحترام ما بغيتش ندخلوا في حجزات ولا في صداعات مع ناس اخرين بقات التلفزيون او ما بقاش على كل احنا كنبقاو نحترموا كل من كيقدم برنامج للاخوان المغاربه خصوصا والجاليات الاجنبيه وحتى اخواننا الهولنديين عموما ف شيء مثير نرجع مره اخرى باش نقول شكون يقدم كيقدم برامج اجنبيه مثلا فإذا جينا نشوف هنايا كاين هنايا عندنا هنايا اسبيكت كولتوريل بروجرامز هذا برنامج انجليزي سيد انجليزي جا من انجلترا ساكن هنايا عايش هنايا هو ولدو كيقدم برنامج حول الفنون والمعارض واشياء كثيره كل ما كيهم الفن خصوصا النحت وهذه الاشياء هذه والرسم على اللوحات الى اخره فهذا ماشي تعدديه ثقافيه ماشي تعدديه ثقافيه هذا الشيء هذا كذلك كاين عندنا هنا السيد آه مسعود معمر نزهات جاء من ايران كيقدم برنامج ادبي هذا البرنامج ديالو كيهتم بالناس اللي يكتبون كتوبه كهذه على فين ما كان شي اجنبي كتب شي كتاب كيجيبوه هنا وكيناقش معاه مسعود ممر نجاد كيقدم هذا البرنامج هذا يعني كيعطي الحظ لجميع الكتاب وجميع الشعراء باش يقولوا وباش يوضحوا علاش هما كيكتبوا باش كيحسوا شنو كيقولوا شنو بغاو يقولوا بهذه الكتابه ديالهم بهذه الكتابه ديالهم يعني هذه نافذه اخرى او زاويه اخرى منها كذلك منها كتنطلق كلورنات وكتعطي الحظ الكبير والصغير وخصوصا للشباب اللي مندافعين وكيكتبوا ف شنو هو اللي ناقص هذا البرنامج هذا انا ما شنو هو اللي ناقص هذا التلفزيون هذا مثلا كما قلت البرنامج المغربي اللي نقدمه انا راكم كتعرفوه ما نحش نعاود نكرر مره اخرى كذلك كاينه السيده هنا ان معنا السيده كاتارينا اوينز كاتارينا اوينز اش كتقدم كتقدم برنامج للاطفال خصيصا للاطفال كل يوم اربعاء يعني سيدة كاتارينا اويونس ما كتفرقش بين هذا طفل هولندي هذا طفل سورينامي هذا طفل مغربي هذا طفل صيني هذا لا كتمشي عند الاطفال جميعا وكتحاول تلقاهم فين هما كاينين هي كتمشي كتقلب عليهم وكتصور شنو كيديروا هاد الاطفال هادو كتبع الانشطه ديالتهم في الفرح في الالم في المرض في العيا في التعب في الفرحه في السرور في البهجه الى اخره يعني كدير برنامج كترف ترفيهي للاطفال برنامج كذلك ماشي غير ترفيهي الى حتى تربوي فأشنا هي التعدديه واشنا هي الاسباب اللي كيطرح علينا حنا الابي من المجلس الاستشاري ويقول لنا بانه هو ما عندكمش حق باش تستمروا والتلفزيون ما هذا التلفزيون هذا ما كيقولش ما دايرش داكشي اللي كيخصو يدير يعني ما هذا ظلم هذا حنا مازال كنحاولوا نوسعوا هذه الشبكه هذه كنقلبوا على اجانب باش يجيو فيتناميين كانوا او هنود او باكستانيين او مغاربه اخرين او عرب او سوريين او مصريين او ايا كان او عراقيين او ايا كان باغي يدير برنامج حنا كنحاولوا نتصلوا بهم باش يجيو باش هاد الشبكه توسع دوس دامزن هيرن اكرا Een beetje vertalen wat ik heb gezegd in het Nederlands. De APR heeft besloten om kleurnet uit de buis te gooien. Dit betekent kleurnet moet per, se, per 1 september verdwenen. Dat is schandalig. Waarom? Maar wat uh, hebben ze hier gezegd? Kleurnet is een echt uh, onafhankelijk... Nee, sorry, dat hebben zij niet gezegd. Dat hebben wij gezegd. Dat kleurnet, kleurnet... Doet... Voldoet niet aan... Wat voor ogen... Sorry, wat voor ogen stond bij de oprichting. Namelijk een commerciële aanbieder... Van een gevarieerde, gekleurd... Niet politiek multicultureel programma... Waar binnen verschillende Amsterdamse groeperingen... Zijn tijd krijgt. Ik denk wat kalemkitier wat waar ik sorry. Er is heel een dossier, eigenlijk. Wij zijn niet genoeg multicultureel. maar dat betekent? Er is hier, ik ben een Marokkaan die hier een programma maakt. Ik praat over alles: gezondheid, politiek, cultuur, kunst, muziek. Gewoon. Politieke informatie. Kritiek. Er zijn ook andere collega's. Bijvoorbeeld de Razo. Omroep Zuidoost. Is een van de programma's-aanbieder van Kleurnet. En vertegenwoordigt zelf vier tientallen organisaties. Razo heeft een eigen studio, een vorm. Een vormt. Een mooi voorbeeld van een week mediacentrum. We hebben ook Massoud Memarnejat met de blik van een Iraanse Amsterdammer. Maar het hart van een schrijver kijkt Massoud Memarnejat naar taal. In zijn programma komen schrijvers, dichters en zangers aan bod. We hebben Ludwig van Mullier, dat is een Surinaamse collega. Hij is als auteur en wetenschapper uit eenmaal, sorry, uitnemende in staat iedere keer de actualiteit in een breder kader te plaatsen. We hebben Catharina van Ooyens, die maakt programma's voor kinderen. Catharina maakt geen verschil tussen een Nederlands kind of een buitenlands kinder. Ze gaat naar kinderen, overal waar ze zijn. Ze ziet wat ze doen. Ze volgt hun ontwikkelingen. Ze kijkt hoe ze spelen. Ze, maakt een pro ze praat met hun. Ze maakt een programma ieder woensdag voor de kinderen. Alle kinderen, allochtone kinderen of Nederlandse kinderen. Luxala, die altijd met zijn kritiek, hij is ingenieur en hij is al meer dan twintig jaar ondernemer en criticus van de informatica-branche. En geeft commentaar en zijn uitgesproken mening: a bite is only information if it bites. Luxala. Hij is de initiator van dit televisie. En hij is ook de coördinator van. Hij maakt ook andere programma's. Hij geeft politiek informatie. Hij bekritiseert. Hij is politiek activist interviewer. en interviewer. Een interviewer. En zoals ik zei, hij was de inspirator van Kleurnet. Hij gaat naar Azië. Bijvoorbeeld naar Nepal, ook naar Nepal, naar China, naar India, naar verschillende landen in Azië, komt hij altijd met nieuwe informatie naar kleurnet. Maar de politici en de APR vinden hem helemaal niet leuk. Vinden dat hij hoort niet bij een politieke partij en hij is onafhankelijk en hij, hij zegt de waarheid. Daarom zijn televisiestation moet verdwijnen. En dat is heel onjuist. We hebben, waarom, waarom zijn wij niet multicultureel? We hebben hier bijvoorbeeld ook Daniela del Garbo, die presenteert een programma over de Spaanse cultuur met uitstapjes naar Italië, Portugal en natuurlijk Zuid-Amerika maatschappelijk en politiek ontwikkelingen volgen maar met een kritiek blik vlak in het spaans maar relevant voor de ontwikkeling hier er is ook een programma die heet aspect cultureel programs, programs aspect culturel programs dus kunstmusea artiesten voor inspiratie maakt aspect boeiende programma's over cultureel evenementen, musea en kunst in Amsterdam en omgeving. Engelstalig, maar met een brede doelgroep. Ja, dames en heren, Ibrahim Farouk maakt ook een programma voor de Egyptische mensen. Niet alleen voor de Egyptische mensen. Maar voor alle islamitische mensen in Nederland. Hij heeft vuile programma's gemaakt. Maar hij is eigenlijk nu even. Ja, het is nu ongeveer twee of drie maanden. Was hij bezig met iets anders. Maar hij komt wel terug. Dus dat is gewoon alleen maar een klein voorbeeld van buitenlanders. Die, van allochtonen die, 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 die verschillende programma's maken. die multiculturele programma's maken. Maar. Het is heel slim. Het is heel slim van de APR om op dit moment precies deze beslissing te nemen. Het is heel politiek. Waarom? Omdat nu op dit moment iedereen gaat met vakantie. Bijvoorbeeld de, de helft van de Marokkanen zijn al weg. Als ik een actie wil voeren nu, als wij nu een actie willen voeren, dus met wie moet je dat doen? Dus sta je alleen. Dat is onjuist. De helft van de Marokkanen is al weg. De andere helft is bezig om zijn koffers in te pakken, om weg te gaan. Dus niemand is nu geïnteresseerd aan wat gebeurt in politiek. Daarom heeft de APR heeft gekozen voor dit moment precies om deze beslissing te nemen. Ze weten dat. Op dit moment sta je zwak. Turken, ze, zijn, ze gaan naar Turkije. Dat ik heb ook vergeten om te zeggen: dat we hebben ook twee Turkse programma's hier. Dus Turken, ze gaan naar Turkije met vakantie. Surinamers gaan naar Suriname met vakantie. Nederlanders ook gaan naar heel verschillende landen. Dus ook degenen die in Nederland blijven, zijn ook in kampingen, zijn ook in. ja, overal. Ze zijn aan het vies rond fietsen, hier en daar. Ze zijn uit. Dus wie gaat, wie is eigenlijk geïnteresseerd om niet te zeggen. APR, je hebt niet gelijk. Kleurnet moet blijven. Maar toch. Ik roep alle Marokkanen die nog eens hier zijn. Om ons te ondersteunen. We hebben steun nodig. En we moeten vechten tegen deze beslissing. Deze onjuiste beslissing. Ik geef u hier dames en heren de telefoonnummer van de AP, APR. Dus bel even en zeg dat u niet eens bent met deze beslissing en dat u steunt ons en dat kleurnet moet blijven. De telefoonnummer is 0299452752. Herhaal ik nog een keer 0299452752. 452 752. Als u wilt een fax opsturen, het nummer is het volgende Faxnummer 0299452753. 452 753. Herhaal ik nog een keer 0299452 452. 753. 5 Als je wilt emailen, dat kan ook. Dus email stichtin punt apr abstaart wxs punt dat je was ziet dat je. Mooi om je te het APR, het om يعني هذا المجلس الاستشاري اللي هو كيقرر لنا واش نبقاو ولا ما نبقاوش خصو هو اولا يكون عادل لان كيف هاش يمكن لك تجي في هذا الوقت هذا وتاخذ قرار بحال هذا يعني المغاربه دابا اللي كاع كلهم اللي غاديين يبغيو يعاونونا ويقولوا بان التلفزيون كيخصو يبقى كلهم مشاو عطله نص تقريبا مشى عطله نص الاخر ما كيوجد شكون هو دابا دابا الناس كتوجد باقا تمشي عطله السوريناميين مشاو عطله الاتراك مشاو عطله وغاديين يمشيوا كلشي الناس كتجمع اللي مشى مشى واللي عاد غادي يمشي كيجمع كي إذن فهاد الاب كتفكر مزيان كيفاش تحطم كلورنات يعني لو انها خاضت بحال القرار هذا في ديسمبر ولا في يناير نربحوها 100% المية المية. لان كلشي الناس غادي يكون هنايا وغادي يوقفوا معنا ولكن المشكله اللي كاينه دابا هي انه الناس كلهم مشغولين كما كل كلشي الناس حتى اللي جالس هنايا في هولندا واللي ما غاديش يمشي شنو كيدير يخرج برا كاين الشمس كيمشي مش. كي للبحر كيمشي للقهاوي كيتسارى في الاسواق في المحلات التجاريه يعني الناس يعني ما ما عندهاش رغبه باش تنوض تمشي دابا تجي وتقول لك انا بغيت ندير هذه ولا بغيت ندير هذه معكم الى اخره يعني الناس دابا كتمتع بهذا الشهير وبهذا الشميشه اللي خرجت مثلا وبهذا الاربع شهور شهور ديال الجو اللي هو كيكون شويه رطب ودافي فشي كارثه مشكله فسيداتي وسادتي كنطلبوا منكم باش سندونا يعني باش توقفوا معنا كالتلفزيون ماشي غير البرنامج المغربي اللي كندير انا وانما التلفزيون كله هاد الكلورينات كلها هو انه تتصلوا بهاد الارقام ديال التليفون اللي هي كاينه الرقم ديال التليفون الاول هو صفر اثنين تسعة تسعة اربعة خمسة اثنين سبعة خمسة اثنين غادي نعود مرة اخرى خذوا ورقة وقلم وكتبوا عفاكم صفر اثنين تسعة تسعة أربعة خمسة سبعة خمسة فاكس كيمكن لكم كذلك تسلو فاكس إير بأنكم ما مع اللي بغاو يديرو الفاكس هو صفر اتنين تسعة تسعة أربعة خمسة سبعة خمسة ثلاثة نعاود مرة أخرى صفر اثنين تسعة تسعة اربعة خمسة اثنين سبعة خمسة ثلاثة إذا بغيتو تسيفطو بالإيمايل كيمكن لكم إيميل ايميل ستيختين نقطة أ بي إر أب ستارت في إكس إس نقطة إن إل فكما سيداتي وسادتي حنا الآن فعلا ما راضيينش على هذا اللي دار ما راضيينش على شنو قال بي ار ولا شنو دار الاب بي ار فعلا شيء مؤلم جدا ما بغيناش نحرمكم من البرامج ديالنا وما بغيناش حتى حنا نحرم منكم ولكني القوي كياكل كي الضعيف تقريبا ربما هذه هي سنه الحياه ولكني في الدين ديالنا الحنيف ما كاينش القوي ياكل الضعيف القوي خصو يحن على الضعيف خصو يعاون الضعيف فكنطلبوا الله سبحانه وتعالى يساعدنا يعاوننا وكذلك بالمساعده ديالكم كنطلبوا منكم باش تتصلوا فعلا وباش تكتبوا وباش ما تبقوش ساكتين لان الوحده والتضامن كيخلق الانتصار فاحنا ما عندناش على من نعولوا كنعولوا على الله وعليكم انتم كما كتشوفوا في البرنامج كما شفتوا في البرنامج ديالي يعني الاخر انني ودعتكم قلت لكم مع السلامه انني ماشي ولكن ملي وقعت هذه الحادثه هذه صدقت دابا لا عطله ولا غيرها كي خصني نبقى هنا باش نناضل من اجل باش يبقى التلفزيون فانا عفوا فانا باسم البرنامج اللي كنقدم لكم كنطلب منكم جميعا باش تساندونا تساندوك وتصلوا بالابير على الارقام ديال التليفون اللي ذكرت وتندو وبهادشي اللي كيديروا وتحبسهم باش يخليونا نبقاو نقدموا البرامج ديالنا كما كنقدموها لا احنا ولا الاخوان الاتراك ولا السوريناميين ولا ناس لمن من جنوب امريكا ولا غيرهم كلشي الاخوان اللي كاينين هنايا فشكرا سيداتي وسادتي والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته